لا هو صوت بيجي كده كويس تمام، مع اخر مره كان تمام الصوت. بس قرب المايك بس عشان هي الكمامه هي اللي بتمنع الصوت مش المايك. عشان الصوت يبان اكتر. والله بالظبط كده. بالظبط بيبقى مكتوم.
عندكم من واحد ونص لاثنين ضعف الريسك في الهارت
فانكشنال كاباسيتي الكبرى بتاعته هنا بتكون اعلى. كمان الريجولار اكسرسايزز بتعمل ريفاسكولاريزيشن، يعني ممكن بتساعد في انشاء بلاد فيسلز جديده تعوض الحاجات اللي فيها اسيرسكولوزز وتحسن الالاستيستي بتاعت الارتريز، لان بتساعد في اخراج النيتر اوكسيد وده بيزود فازودايليتور ويزود الالاستيستي بتاعت الارتريز. Thank you.
أقسم الأكسجين أبتيك ده بقى أقصى كاباسيتي يقدر يستخدمها الجسم بتتحسب من معدل البرنسبل أوف ريجوليشن الماكسيمال كارديك أوتبوت الماكسيمال أرتيريو فينس أكسجين ديفرنس
الاكشن كمان بتاعت الاكسرسايز.
ايه الفين اللي بيعدي في الكاف مصر بالظبط؟ يعني مش واحد هما كذا واحد يعتبر. Yeah.
Thank you.
مستوى الاكسرسايز او الاكتيفيتي اللي انا بعملها عشان عايز ابذل المصل اللي شغال. Yeah.
أو أقل من الضرر.
أعتقد إن النورمال دي الفايدة اللي بتعود على طريق الهايبرتنشن من ممارسة الإكسرسايز. إن إحنا بنقول الإكسرسايز من ضمن التريتمنت بتاع مريض الهايبرتنشن بيقلل البلاد بريشر. بيقلل البلاد بريشر إزاي؟ Exercise, or exercise, or exercise, and half is a brief exercise.
بس. Thank you.
كده هايبر فنتليتنج يحصل لك الفيروس. لما سمعت الاستاذ مش هيحصل الفيروس. الفاكشن فريشن بتاع الاكسجين والكربون دايوكسيد ما بيتحركش حاجه تسقط. يعني الكربون دايوكسيد ممكن يزيد 1 ملي متر مركوري والبشر بريشر بتاع الاكسجين ممكن يقل 1 ملي متر وده نتيجه زياده الميتابوليك اكتيفيتي بتاعت اثناء الاكسرسايز. وسرعان ما الجسم يروح مظبط ويحافظ على الكربون دايوكسيد في النورمال ليفل تاني، يعني الواحد بس اللي زاد ده يرجعه والبشر بريشر بتاع الاكسجين من اقل واحد يرجع يزوده تاني ويخليه في النورمال ليفل. انما الكلام ده لو ما حصلش يبقى ده ابنورمال ريسبونس للاكسرسايز وبيكون نتيجه مشكله حاصله، وغالبا بتكون في حالات البلمونري ديزيز بيشنت. حالات ايه؟ الاكسرسايز يعمل له هايبوكسيميا، البشر بريشر بتاع الاكسجين يقل جامد قوي، الجسم او اللنج او الفنتيليشن ما تقدرش تساتيسفاي الاكسجين ديماند ولا تقدر تساتيسفاي الكليرنس بتاع الكربون دايوكسيد النافج من الاكسرسايز. هايبر كابنيا زيادة الكربون دايوكسيد وهايبوكسيميا نقص الأكسجين، وده نورمال ولا أبنورمال ريسبونس للإكسرسايز؟ أبنورمال. إنما النورمال الجسم يمتين الكربون دايوكسيد بريشر والأكسجين بريشر في الولاد size. Yes, I feel hypertrophy.
against the peripheral resistance.